نور البنات، معكم من جديد ام رزان. مرحبا بكم عندي، نتمنى ان شاء الله لقائي بكم يلقاكم في احسن الاوقات. شكرا لكم البنات على تواصلكم معايا وعلى التعليقات اللي كتكتبوا لي. مرحبا بكم عندي والف مرحبا اخواتي. على بركه الله ما نطولش عليكم. بالنسبه للوصفه او الماسك اللي غنشارككم اليوم، عباره عن طريقتي او روتيني في العنايه بالقدمين. ان شاء الله غنقدم لكم واحد مجموعه من المراحل ووصفات سهله طبيعيه اللي غتقوموا بها في المنزل ديالكم ان شاء الله، وتعتنيوا بالقدمين ديالكم وكتعطي نتيجه رائعه غادي تشاهدوها في نفس اللحظه ان شاء الله. بالنسبه للمكونات اخواتي، غنحتاجوا لواحد مقشر بسيط اللي فيه القهوه، معلقه كبيره ديال القهوه ومعلقه كبيره ديال السكر ثقيل او سكر بودره، سكر ثقيل او سكر بودره، معلقه كبيره معلقه كبيره. غادي نمزجوهم مزيان وغادي نستعملهم كمقشر في المرحله الاولى. بالنسبه للخلطه اللي غنستعملوا من بعد لتبييض وتنعيم القدمين، غنحتاجوا معلقه كبيره ديال المايزينا وغنحتاجوا معلقه كبيره ديال الداد مطحون. وبالنسبه للورد، غنحتاجوا الورد باش نعملوا واحد الحمام غولاكسو وكذلك قطرات من زيت الورد. خليكم معايا اخواتي وغادي تشوفوا المراحل. بالنسبه للقماش اخواتي، كيف سبق لي وذكرت لكم، معلقه كبيره ديال القهوه غادي نذوبوها ومعلقه كبيره مع سكر ثقيل، غنخلطوا هاد العناصر بجوج بحال هكا وغنستعملوهم على القدمين ديالنا بهذه الطريقه. وغناخذوا واحد البانيو عادي نحطوا فيه الرجيلات ديالنا وحنا كنقوميو بهذه الطريقه، حركات دائريه. البنات اللي بغيتو تستعملوا ايديكم مباشره ما كاين حتى شي مشكل، تقدروا تحكموا اكثر في الرجلين ديالكم، شوفوا الطريقه اللي غترتاحوا بها اكثر. هاد القماش كنبقاو نستعملوه على القدمين ديالنا واحد المده ديال 15 دقيقه، ونقدروا نخليوه حتى اكثر باش القهوه كتفاعل مزيان مع البشره ديالنا، وهذيك لابوموغت كتحيد بسهوله من بعد، ما كنلقاوش واحد الاشكال معاها. حاولوا ما نساوش القدمين ديالنا بهذه الطريقه، كنفركوا يعني الرجل كامله خصوصا مكان القدم، هذه المنطقه كتكون شويه البشره صلبه ولا بوموس كتكون الخلايا الميته خاصها ترطب بعمق باش تسهل علينا اننا نزولوها بسهوله والقدم ديالنا كترطب. نفس الطريقه كنكرروا بالنسبه للرجل الاخرى بحركة دائرية دائما. ما نساوش القدمين اخواتي. انا حاولت نشرح لكم ونبسط لكم الطريقة. كنخليو هاد القماج على الرجل ديالنا 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، كننظفو مزيان. خليكم معايا تشوفوا المرحلة المقبلة اخواتي. من بعد ما نظفنا الرجيلات مزيان من القماج وكذلك نظفنا الماء اللي كان في البانيو، بالنسبه للبانيو البنات ممكن تستعملوا بانيو عادي او بانيو الكتريك اللي متوفر عندنا، ماشي شرط باش ننظفوا رجيلاتنا ونعتنيوا بهم يكون عندنا يعني البانيو الكتريك. هذا غير يعني اختياري اللي عنده بطبيعه الحال، اللي ما عندوش راه ماشي مشكل. البانيو عادي فيه مياه سخونه وفيه كذلك قطرات من ماء الورد او نعناع طبيعي، شرائح ليمون، ونوضعوا فيه رجيلاتنا ونخليوها شويه ترتاح واحد المده ديال 20 دقيقه. هذا الشيء كافي باش يعطينا واحد الراحه للقدمين ديالنا. غنستعمل انا واحد جيل شاور، الا كان متوفر عندكم من الاحسن يكون من مستخلص النعناع او مستخلص الخزامه. غادي نحاول نستعمل بعض من حبات من الورد اللي متوفر عندنا، عندنا النعناع، شرائح النعناع، عندنا الخزامه، عندنا الورد اللي كان، وغنحاول نستعمل قطرات من زيت البابونج كيريح كذلك، ونخليو الرجيلات ديالنا يرتاحوا مزيان في هذا الحمام الغولاكسون المريح واحد المده ديال 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. كل ما قدرنا وخلينا اكثر كل ما غتكون النتيجه ان شاء الله مزيانه، وديك الخلايا الميته غنحيدوها بسهوله، وغادي الوصفه ان شاء الله غادي تنجح معانا. صراحه حمام رائع مهم جدا لاراحه القدمين، كيعاونهم من بعد داك التعب ديال طول اليوم انهم يرتاحوا مزيان، وكذلك كيتنظفوا بعمق والخلايا الميته كنحيدوها بواحد السهوله.
كيف ما قلت لكم اخواتي غنخليوها الطريقه واحد المده ديال 20 دقيقه. من بعد اخواتي من الحمام اللي ريحنا فيه القدمين ديالنا، غادي ناخذ معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من الداد مطحون، غنخلطهم مزيان بماء الورد وغادي نستعملوهم كمرحله اخرى. هذا القناع هو اللي غادي يبيض وغادي ينقي لنا الرجيلات ديالنا. خليكم اخواتي معايا على ما نخلط القناع وكذلك على ما نخلط الخلطه ونوضع القناع على القدمين. من بعد ما نضفنا اخواتي من بعد ما نضفنا القدمين ديالنا غنستعملوا اخر مرحله هاد القماش اللي كيرطب وكينظف الرجلين بعمق كبير، داد كذلك والناشا، وغنخليو هاد القناع على الرجلين ديالنا واحد المده ديال 3 ساعات حتى 4 ساعات. غادي نستعملوا واحد الكيس بلاستيكي او فيلم اليمونتير ولا اللي متوفر عندكم اخواتي، وغادي تلبسوا الجوارب ديالكم التقيشرات ديالكم وغتخليو هاد الوصفه على الرجلات ديالكم. ان شاء الله غتعطيكم نتيجه رائعه، ترطيب كذلك كبير. خليكم معايا اخواتي على ما نكمل انا القناع وكذلك على ما نستعمل الكيس بلاستيكي على القدمين. من بعد اخواتي ما كنعملوا الرجلين ديالنا بهذا الشكل بهذه الطريقه، كنخليهم كنلبسوا الجوارب ديالنا، كتبقى هاد الكيس على الرجلين ديالنا واحد المده ديال 3 ساعات حتى 4 ساعات، ومن بعد خليكم معايا تشوفوا النتيجه. اخواتي كانت هذه هي النتيجه من بعد ما نظفنا ومن بعد ما استعملنا لاكريم ديالنا الايدغاتونس. بصحتكم الوصفه، نتمنى انكم تجربوها وتستفدوا منها، شاركوها مع اصدقائكم مع احبابكم. البنات عندي شكر خاص للسيده سعيده الحرشاوي اللي دائما كتشجعني وما كتبخلش عليا بالبصيمات ديالها، مرحبا بك عندي اختي سعيده، وكذلك السيده زهره ايت برخه من مدينه الرباط. شكرا لكم جميعا ونتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في فرصه قادمه.